ألف مبروك يا نجم على التكريم اللي جاي من وراء الجمهور على بوابة الوقت. الله يبارك فيك وبشكر كل واحد صوت لي على أي حاجة. تكريمك النهاردة في الوفد بيمثلك إيه؟ التكريم عامة بيبقى شكرا على أي حاجة عملتها كويسة يعني، فما بيجيلك من جهة محترمة، ما بيجيلك من تصويت جمهور، بيبقى أهم بكتير من لو جالك عن طريق مجاملة أو عن طريق أي حاجة تانية. ففكرة إن أنت يجيلك من حاجة من جهة ليها مصداقيتها، ده بيقول لك إن الشكر حقيقي. توقعاتك إيه لأمم أفريقيا اللي جاية؟ تنظيميا هنعمل بطولة محترمة جدا جدا جدا، هتبقى أحلى بطولة في تاريخ كأس الأمم. هننجح بنسبة 500% في النجاح في التنظيم عفوا. كرويا أمور صعبة لأنه أنت في مرحلة تكوين فريق وعندك منافسين أقوياء وطريقك مش سهل البطولة، لكن أنت معتمد على أنه أنت على أرضك وسط جمهورك وبالتالي أنت المرشح الأول، لكن البطولة ما تعتبرش سهل. طب ممكن توجه رسالة للمنتخب؟ أوجه لهم رسالة بأنه الكرة هي أكتر حاجة بتفرح المصريين. مفيش حاجة بتفرح المصريين أكتر من الكورة، بيبقى شايلين هم ومشاكل وأمور كتيرة ممكن تبقى مزعلاهم في حياتهم اليومية، لكن الكورة بتنسيهم هم. فكل لعيب منهم عنده الفرصة إن هو يخلق حالة من الفرحة والسعادة يمكن سنة قدام لو إن شاء الله كسبنا البطولة دي. شكرا جدا يعني. شكرك.